أكثر من 100 إصابة بفيروس كورونا بين صفوف الأسرى في سجون الاحتلال خلال الساعات الماضية، الأمر الذي يشكل خطراً على حياة المعتقلين بشكل واضح. نادي الأسير الفلسطيني قال في بيان نشر مؤخراً إنما تسمى بإدارة مصلحة سجون الاحتلال تستخدم الوباء كأداة قمع وتنكيل بحق الأسرى إلى جانب الإجراءات التنكيلية وأبرزها العزل المضاعف. مؤشر خطير جداً، وهذا يثبت لنا بالفعل أن إدارة سجون الاحتلال تستخدم فيروس كورونا لمعاقبة أسرانا. كان الأولى بها أن توفر المعقمات، أن توفر الأدوية، أن توفر الوقاية حتى لا ينتشر هذا الفيروس بين أسرانا الأبطال في ظل وجود العشرات من الأسرى المرضى القابعين في السجون، ممكن أن تتدهور حالتهم الصحية، في ظل أيضا عدم وجود أي إجراءات طبية ممكن أن تساعد هؤلاء الأسرى المصابين بفيروس كورونا. خلال الفترة الماضية تلقى الأسرى التطعيم ضد فيروس كورونا بعد ضغوطات مارستها المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، والتي بدورها حملت الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى في السجون. سواء استنادا إلى القانون الدولي الإنساني أو إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن دولة الاحتلال هي مسؤولة عن سلامة وظروف احتجاز وصحة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. معروف أن دولة الاحتلال تمارس سياسة الإهمال الطبي، الظروف الاعتقالية في كثير من الأحيان فيها اكتظاظ شديد، الإهمال الطبي هو يؤدي إلى تأخير الفحوصات الطبية للأسرى الفلسطينيين، وطبعا هذا بما يساهم في انتشار الأمراض بشكل سريع بين الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. ووفقا لمتابعة المؤسسات الحقوقية ونادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى، فقد تبين أن أكثر من 530 أسيرة قد أصيبوا بالفيروس ممن تم توثيق إصابتهم منذ مطلع شهر إبريل من العام الماضي. يشدد الاحتلال قبضته على الأسرى بأشكال مختلفة أمام غياب دولي واضح، أما سياسة الإهمال الطبي فتمارس بحقهم عمدا لقتلهم وتغييبهم وتصفية قضيتهم. رائد الشريف الغد، الخليل، فلسطين.